21 سنة ده الكفاح اللي هنشوفه على مدى 90 دقيقة أو أكثر من 90 دقيقة إذا تعادل الفريقين. هيبقى في وقت إضافي بتوسطهم ثلاثة حكام إيطاليين، كابتن محمود عثمان حكم الرابع، بيتقدم نادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين بيأخذ تحية المقصورة، ثم يتجه إلى مدرجات الدرجة الثالثة إلى جمهوره اللي واخد النصف الأيسر من هذه المدرجات. ايضا النادي الاهلي بيتقدم بياخذ صحيفه المقصوره ويتجه الى جماهيره لاعبي جيلي تلامذتي كابتن محمد الجندي وكابتن حسين مطرور وكابتن فؤاد صدقي علاء عبد الصادق طه هشام يكن بره الملعب رمي التماس للنادي الاهلي. بدر رجب طويلة لعبة جامدة وجول الدور الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقايق. الدور الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقايق بيجيبوا اللاعب رقم 13 حمادة مرزوق. 3 دقايق حمادة مرزوق بيجيب الجول الاول للنادي الاهلي، تصبح نتيجة تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء بيحرزه حمادة مرزوق بعد مضي 3 دقايق. فاروق جعفر مباراة بداية سريعة، واحنا شفنا الجول الاول للنادي الاهلي. اللي جاب الجول محمد عبد العزيز اللاعب رقم 8، محمد عبد العزيز من النادي الاهلي هو اللي جاب الجول الاول. وجول بيجي الزمالك بيجيب جول التعادل بعد مضي دقيقة 4 بيجي جول التعادل. هنشوف جول النادي الاهلي اهو مع بعض تاني جامدة. حمادة مرزوق اللي جاب الجول، حمادة مرزوق جاب جول النادي الاهلي اللاعب رقم 13، وادي الزمالك بيجيب هدف التعادل ويبقى 1-1 في 4 دقايق. بداية سريعة زي ما قلت لحضراتكم من الفريقين. تفاحوا شايفين اعضاء الجهاز الكروي المسؤول. مضي 3 دقائق ثم احرز فاروق جعفر هدف التعادل للزمالك بعد 4 دقائق. ضربه ركنيه هيلعبها بدر رجب عاليه وتفوت وتلعب جامده وتحط جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي، الجول الثاني للنادي الاهلي، الجول الثاني للنادي الاهلي بيجيبه محمد السيد بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الكوره مره ثانيه، محمد السيد بيحطها جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي، محمد السيد قاعد في الارض شايفينه اللي هو في وسط زملائه بعد مضي حوالي 11 دقيقه بيجيب محمد السيد الجول الثاني للنادي الاهلي، وتصبح النتيجه تقدم النادي الاهلي 2-1. هنشوف الجول مره ثانيه بتوصل لمحمد السيد وبيحطها جوه الجول. بتنقل تقدم النادي الاهلي 2-1. هنشوف الجول مره ثانيه بتوصل لمحمد السيد وبيحطها جوه الجول. بتنقل ناحيه محمد سعد انما تطول وتطلع بره ياخدها محمد حلمي بيمشي لعبها بالعاليه وكرشي بيحطها جوه الجول. كوارشي بيحطها جوه الجول، بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك بعد مضي
حوالي 20 دقيقة. 20 دقيقة كوارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك وتصبح النتيجة 2-2. كوارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك وتصبح النتيجة 2-2. هنشوف الجول مرة ثانية، بيمشي محمد حلمي لعبها عالية، كوارشي بيقابلها بيحطها على طول. عاطف الأباني بياخدها بد، لعبها أمامية، بيجري بيها بسرعة، بيستنى وبيمشي، لعبها عالية، حط جول جول. يا سلام، الجول الثالث للنادي الأهلي. أجوال جميلة جدا، مش قادر يصدق من الفرحة وبيجري بره الملعب للجماهير. مش معقول، أجوال حلوة بنشوفها النهاردة، وبيجري بيخش مرة تانية. طارق خليل، طارق خليل بيجيب الجول الثالث للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 5 دقائق من بداية الشوط الأول. هنشوف تاني طارق خليل، طارق خليل لاعب رقم 12 اللي هو اخو احمد خليل، علي خليل لاعب زمالك. هنشوف دلوقتي الجول اللي جه عالية وبيحطها ازاي، بيلعبها امامية طويلة وفي استعبالة وبيصفر الحكم الدولي الايطالي لويجي كارلو. ضربة جزاء لنادي الزمالك، اعتقد سعيد الجداي هو اللي بيلعبها، احمد شوبير واقف. فاروق جعفر، فاروق جعفر وبيمسكها احمد شوبير، احمد شوبير بينقذ هدف اكيد للنادي الاهلي. زمالك بنسمع صفافير كثيره جدا وتوصل لكوارشي يحطها فوق العارضه، كره غير معقوله، كوارشي بيحطها فوق العارضه تخبط في احمد شوبير وتطلع بره الملعب. فرصه من الفرص، هنشوف الكره دي مره ثانيه. كوارشي بينطلق من الخلف وبيصلحها لنفسه بيلعبها، شوبير بيطلعها بره ملعب كورنر. مجهود كبير جدا من شوبير وتتلعب جامده عاليه فوق العارضة. حكم الدولي الإيطالي حسام حسن بيمشي وبيلعبها عالية، تضرب في العارضة، ناصر واقف ما عملش حاجة إلا ما هتتلعب وتمشي مباشرة لنادي الزمالك. في لاعب من الزمالك انطرد، لاعب رقم 18 ايمن يونس، ايمن يونس ضرب لاعب من الزمالك وبينطرد بره الملعب، وبكده يبقى نادي الزمالك هيستكمل وراه ب10 لاعبين. مضى من الوقت الاضافي الثاني 4 دقائق لاشرف قاسم، اشرف قاسم تتاخد منه وتوصل الى احمد جمال، احمد جمال بيفوت من 3 وبيمشي ولوحده للجون وماشي، لما تطول منه تروح لناصر عبد اللطيف. فرصه ثانيه بيقع اهو، بيندب حظه لما رجله ظاهر مشدوده، شد عضلي، ترجع ورا لاحمد شوير. 68 عندما فاز ريعه وعلو مطر والسايس الجوهري يحمله لاعبو الاشبال على الاكتاف ويتوجهون به الى مدرج جمهور النادي الاهلي. وهكذا تثبت الايام ان الشباب هم عده. عبد اللطيف راس مرمى في الزمالك، محمد صلاح وهشام ياكن وسعيد الجدي وبدر حامد وفاروق جعفر واحمد عبد الحليم واشرف قاسم وطارق يحيى وايمن يونس وكوارشي. تخيلوا الاسماء دي قدام الاسماء دي. المهم انا يوميها رحنا اتمرنا خارج النادي، اتمرنا في مركز شباب الجزيره، والكابتن جوهري مرنا على منصات التسلل. هنعمل صوره ثم اتجه
الى مدرجات الدرجة الثالثة الى جمهوره اللي واخد النصف الايسر من هذه المدرجات. ايضا النادي الاهلي بيتقدم ياخذ صحيته المكسورة ويتجه الى جماهيره لاعبي جيله، كان من بين تلامذته كابتن محمد الجندي وكابتن حسين مكرو وكابتن فؤاد صدقي. بدر رجب طويله لعبها جنب الجول، الجول الاول للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 3 دقائق. الجول الاول للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 3 دقائق بيجيبوا اللاعب رقم 13 حماده مرزوق. 3 دقائق حماده مرزوق بيجيب الجول الاول للنادي الاهلي، تصبح نتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء بيحرزه حماده مرزوق هو اللي جاب الجول الاول. وجول بيجي الزمالك بيجيب جول التعادل بعد مضي دقيقه. كفاحه شايفين اعضاء الجهاز الكروي المسؤول، مضي 3 دقائق ثم احرز فاروق جعفر هدف التعادل للزمالك بعد 4 دقائق. ضربه ركنيه هيلعبها بدر رجب عاليه وتفوت وتلعب جامده تحط جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي بيجيبه محمد السيد بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الكره مره ثانيه، محمد السيد بيحطها جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي، محمد السيد قاعد في الارض شايفينه اللي هو في وسط زملائه بعد مضي حوالي 11 دقيقه بيجيب محمد السيد الجول الثاني للنادي الاهلي وتصبح النتيجه تقدم النادي الاهلي 2-1. هنشوف الجول مره ثانيه بتوصل لمحمد السيد وبيحطها جوه الجول. ناحيه محمد سعد لما تطلع تطلع بره ياخدها محمد حلمي بيمشي لعبها بالعاليه وكرشي بيحطها جوه الجول. وارشي بيحطها جوه الجول بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك بعد مضي حوالي 20 دقيقة. كوارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك وتصبح النتيجة 2-2. كوارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك وتصبح النتيجة 2-2. هنشوف الجول مرة ثانية بيمشي محمد حلمي لعبة عالية كوارشي بيقابلها يحطها على طول. عاطف العباني تاخدها بد لعبها اماميه بيجري بيها بسرعه بيستنى وبيمشي ولعبها عاليه حط جوه الجول. يا سلام الجول الثالث للنادي الاهلي. اجوال جميله جدا، مش قادر يصدق من الفرحه وبيجري بره الملعب للجماهير. مش معقول اجوال حلوه بتشوفها النهارده وبيجري بيخش مره ثانيه. طارق خليل بيجيب الجول الثالث للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 5 دقائق من بدايه الشوط الاول. هنشوف ثاني طارق خليل لاعب رقم 12 اللي هو اخو احمد خليل علي خليل لاعب زمالك. هنشوف دلوقتي الجول اللي جه عاليه وبيحطها ازاي بيلعبها اماميه طويله وفي استعماله وبيصفر الحكم الدولي الايطالي لويجي كارلو. ضربه جزاء لنادي الزمالك. اعتقد سعيد الجدايه هو اللي بيلعبها. احمد شوبير واقف فاروق جعفر وبيمسكها
الدكة احمد شوبير. احمد شوبير بينقذ هدف اكيد للنادي الاهلي. زمالك بنسمع صفافير كثيرة جدا وتوصل لكوارشي يحطها فوق العرضة. كرة غير معقولة، كوارشي بيحطها فوق العرضة تخبط في احمد شوبير وتطلع بره الملعب. فرصة من الفرص، هنشوف الكرة دي مرة تانية. كوارشي بينطلق من الخلف بيصلحها لنفسه بيلعبها. شوبير بيطلعها بره ملعب كورنر. مجهود كبير جدا من شوبير وتتلعب جامدة عالية فوق العرضة. حكم الدولي الإيطالي حسام حسن بيمشي وبيلعبها عالية تضرب في العرضة. ناصر واقف ما عملش حاجة إلا ما تتلعب وتمشي مباشرة لنادي الزمالك. في لاعب من الزمالك انطرد، لاعب رقم 18 ايمن يونس. ايمن يونس ضرب لاعب من الزمالك وبينطرد بره الملعب، وبكده يبقى نادي الزمالك هيستكمل وراه ب 10 لاعبين. مضى من الوقت الاضافي الثاني 4 دقائق لاشرف قاسم. اشرف قاسم تتاخد منه وتوصل الى احمد جمال. احمد جمال بيفوت من 3 وبيمشي ولوحده للجون وماشي، لما تطول منه وتروح لناصر عبد اللطيف. فرصه ثانيه بيقع اهو بيندب حظه لما رجله الظاهر مشدوده شده شد عضلي ترجع ورا لاحمد شوبير. ماوستين عندما فاز ريعه وعلو مطر والسايس الظهري يحمله لاعبو الاشبال على الاكتاف ويتوجهون به الى مدرج جمهور النادي الاهلي. وهكذا تثبت الايام ان الشباب هم عدة المستقبل وهم الامل في مستوى كروي افضل، ولذلك نحب ان احنا نهني النادي الاهلي في هذه